دول نيلي وشريان، بنتين مولودين في نفس السنة ونفس الشهر، بس الاتنين حياتهم مختلفة خالص عن بعض. الفرق بين نيلي وشريان زي الفرق ما بين برج القاهرة وبرج الأمل اللي في الطلبية في فيصل. نيلي بتنام في سرير كبير في أوضة أكبر في فيلا أكبر، شريان بقى عايشة في حارة صغيرة في أوضة أصغر في سرير أصغر. نيلي تقدر تقول عليها من كريمة المجتمع، بنت مرتاحة بتاخد وقت طويل عشان تقوم السرير، وقت أطول عشان تفوق، لكن شريان بقى ما عندهاش وقت، يا دوب تقوم من النوم تشرب كوباية الشاي وتفطر وتصطبح، ولازم تكون برا بيتها الساعة 7:30 عشان تلحق الميكروباص وتروح شغلها. نيلي بتاخد وقت طويل عشان تختار هتلبس ايه النهاردة من البراندات اللي عندها، وشريهان برضو نيلي بتختار لبسها على حسب مودها النهاردة عامل ازاي، وشريهان برضو بتختار لبسها على حسب ريحته النهاردة عاملة ازاي. نيلي وشريهان عمرهم ما شافوا بعض، بس النهاردة اليوم اللي هيتقابلوا فيه وحيكون نقطة تحول في حياتهم هما الاتنين، هيبقى يوم تاريخي وهما الاتنين مش حينسوه. نسيت أقول لكم، هما أولاد عم، أحفاد مكاوي أبو الخير الشهير بميكي. توكيل بالإدارة ولا توكيل بالبيع؟ لا توكيل بالإدارة يا فندم. طيب يا فندم، لو توكيل بالإدارة يبقى لازم صاحب العين يجيب نفسه. طب ما أنا أخو صاحب العين يا أستاذ. لا يا فندم ما ينفعش، لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه. حضرتك أنا جيت لك الصبح وما قلتيش الكلام ده يا فندم. يا فندم بقول لحضرتك لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه، يبقى ما طلعش عينه أنا بقى. اتفضل امشي. يا بنت الطعمية دي هي مالها مجنزرة كده ليه؟ اوعي تكوني ناوية تسميني. مالها يا بنت الطعمية مش عاجباكي؟ مش مرتاحة لها، طعمها بايت. ما هي بايتة فعلا، جبتها امبارح وانا راجعة من الشغل. قال هي الساعة كام دلوقتي؟ 1:30. يا لهوي انا لازم امشي. بقولك ايه، لو تستمتعي معايا بس وتغطي يعني مكاني كام ساعة دول، ولو المديرة سألت عليا قولها اتحصرت فدخلت الحمام. احنا ستر وغطى على بعضينا، بس الشياكة دي رايحة فين؟ هلحق الشغل التاني. طب ومصالح الناس؟ انا مالي ومال مصالح الناس؟ مصلحتي انا ابدا. يلا يا بيه عند مدام هناء. يلا يا بيه. ليه النادي زحمة كده؟ ايه العربيات دي؟ تعال خش علي خش. ايه العربيات الكبيرة دي؟ تعال كده ايه خش ارجع ظهرك بقى. تعال خش خش تعال. هو في ايه النهاردة يا عم صالح؟ ابدا يا ست نيلي، اصل التلفزيون جاي يصور مع الست شيسي. ليه يعني ان شاء الله؟ يعني ايه ليه يعني يا نيلي؟ انت عندك اي فكره كميه التشاريتيز اللي بتعملها؟ دي هاف اني ايديا اصلا عندها كام فولور على انستغرام؟ سو ايه الحب الفجاه اللي طلع منك لجيسي ده؟ مش حب ولا حاجه، ام جست سينج بيكوز يو ار اسكينج ذاتس اول. طب اخرسي بقى دلوقتي. تعالي يا ست هان تعالي. عارفه يا ست نيلي، الست جيسي دي ربنا هيكرمها ويحسن اليها زي ما بتقف مع الناس الغلابه اللي زينا. اي والله يا رب اشوفك يا ست نيلي حاجه كبيره زيها. تعالي تعالي. ازيك يا جيسي؟ عامله ايه؟ بصي شكلها عامل ازاي. يس شي لوكس جورجيس. هتضربي بالقلم على فكره. خلاص انت متعصبه قوي كده يا نيلي، تعالي نمشي. ليتس جو. نمشي؟ يس. لا طبعا مش هنمشي. واتش اند ليرن. هاي جيسي. هاي هاي.
جود لك حبيبتي، ام سو هابي فور يو. بس كنت عايزه اقول لك حاجه، تقريبا الدرس اللي انت لابساه تخنك شويه، عامل لك جناب كده زي كيم كارداشيان بس على وحش. تيك كير. يو ار سو جيلس، ات فيتس مي لايك جلوفز. يلا يسو. يلا يا جماعه ستاند باي اند اكشن. اهلا بيكم سيداتي سادتي في حلقه جديده من برنامج بنات. تعالي نقعد هنا يسو، في شويه شمس. ستوب يا استاذه، يا استاذه معلش احنا بنصور هنا حضرتك. على فكره انا بقعد هنا كل يوم وثانك جاد ان انا سايباكوا اصلا تصوروا في النادي بتاعنا عشان بس هي صاحبتي انا اي لاف هير. احنا اسفين يا استاذه، ممكن تخش كده بالكرسي شويه؟ اوكي. يلا يا جماعه ستاند باي اند اكشن. ومعنا النهارده الانسه جيسي، نحب نعرف منك يا جيسي تفاصيل حمله الالف بطانيه اللي انت عملتيها. والله انا في الفتره الاخيره يعني ابتديت الاحظ كده ان يعني مفيش اعمال فرديه عن فعل. يا استاذه، يا استاذه انا مش عارف اصور. على فكره انا كمان مش عارفه اتصور، ما تصورش يعني. معلش يا استاذ ممكن نعيد من الاول؟ ستاند باي اكشن. والله انا مش شايفه اللي انا عملته ده حاجه فظيعه يعني. يعني انا شايفه ان ده الطبيعي، ان المفروض الغني يساعد الفقير، ان اي حد نبيل عايز الكوفي بتاعي. ستوب. لو سمحت يا استاذة احنا بنصور وبنسجل صوت. سوري هو انا صوتي طالع معاكو؟ انا قاعدة ورا. يلا يا جماعة. انت معلش ثانية واحدة. نبيل هاتلي الكوفي بتاعي بليز بسرعة، وما تعديش من هنا، عدي من ورا من عند سو عشان هي بتصور حرام. كملوا كملوا يلا. اند اكشن. تحب تقولي ايه لبنات جيلك؟ والله احب اقول يعني لكل البنات اللي في جيلي ان هو لازم يكون في حياتهم وقت للخير، يعني دي حاجه ضروريه. مش منكسي وحشتيني. ستوب. بعد اذنك ممكن نصور في مكان تاني عشان كده اوفر جدا. يلا يا جماعه. اوكي. ايه ده ايه ده، انتوا رايحين فين يا جماعه؟ ام اومس دان. طب قولوا لي رايحين تصوروا فين عشان اجي معاكم. تعالي يا سو تعالي. صباح الخير. صباح النور. انا بحب الخير قوي عشان الولاد تحبني. في ايه يا صباح الهم والغم؟ ما لقيتيش اختي غير بنتي اللي تلسني عليها. ومالها صباح يا عين امك؟ مش عاجباكي؟ جرى ايه يا وليا يا طرش البلعات يا كنسة الحاره؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه يا وليا؟ الله يرحم لما كنت داخله علينا الشارع الكوع مهبب والوش محبب، واللي يستبح بيكي لا يكسب ولا يتسبب. طب لمي نفسك يا عايقه بدل ما مسخر بيكي بلاط الحاره. مسخري مين يا وليا يا خارجي بيت انت؟ طب فكري كده واعمليها، ده انا كنت افتح قرنك انت واللي يتشددني. ما تلم الدور يا صباح. ولا وطلع لك حسي يا مرات المزين يا بتوع الفتلة. جرى ايه وليه منك ليه؟ ايه في ايه؟ كلكوا عليها ولا ايه؟ وانتي مال اهلك انتي رخرة؟ ايه اللي حشر؟ صباح ده انا واقفة في صفك. وتقفي في صفي ليه يا حبيبتي؟ قطعة ما اقدرش اقوم بيهم. لا ده انا اقدر اقوم بيهم وب 18 زيهم. يا حارة عرة، يا حارة واطية، يا حارة لا فيها لا حرمة ولا ذكر. السلام عليكم يا طنط انصاف. فخصة عليكم جيرة معفنة. ميرسي مشكرة.